بدكتورة أدب للسعود. دكتورة أدب للسعود هي طبعا تعمل دكتورة في كلية الأداب في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ولكن كلنا نعرف مواقفها الوطنية الحرة. شغلت في كنائب أسبق في المجلس النيابي من سنة 2003 إلى 2007، مرة واحدة فقط، 4 سنوات، لم ترضخ للإملاءات ولم تعد بالمطلق. أهلا وسهلا دكتورة أدب. ما بتعرفي يمكن الأمور تتغير. إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير. صباحك. يعني تعرفي ملفات كثيرة ملحة إن شاء الله رح نناقشها، ولكن هذا دائما سؤال ملح يتبادر ذهن المواطن، هل بالفعل النائب وتحديدا بسبب وجود فجوات اليوم في قد يكون القانون وغيره الذي لا يرضخ لا يعود إلى المجلس؟ على أول شيء سعد صباحك، وصباح كل المشاهدين، وصباح الطفيلة، لأنه اليوم يومنا طفيلة بامتياز، كان قبل الأستاذ ماجد القرعة قبل قليل طبعاً. وحقيقة النائب الذي لا يكون مطيعا قد لا يعود. طب شو هي بالمطلق؟ ما في بالمطلق، ما في بالمطلق، لأنه ما فيش إشي مطلق. نعم. لأنه قد تتغير الظروف وتتغير وجهات النظر. صح. ونحن عم نحكي حتى اللحظة، حتى اللحظة نعم لا يعود. طب ما هي معايير الطاعة، سكوك الطاعة التي يجب أن يؤديها النائب؟ في شغلتين وهاي الحكومات عملت عليها. نعم. إنه حولت دور النائب، يعني في طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. تمام. يعني الطريقة المباشرة إنه في تدخلات. الآن بطلت هاي الطريقة المباشرة لأنه في عليها اعتراض وصارت مفهومة. في الطريقة غير المباشرة اللي هي أنه يضيق على النائب في طلباته، بحيث الجمهور أو قاعدته الانتخابية لا تعيد انتخاب، ولأنه إحنا حصرنا ودور النائب للأسف الشديد خدمات. خارج دور الدستوري، دور طبعا. صار نائب خدماتي، بحيث أنه الناس لا تطلب من النائب أو لا تسأله أحيانا عن القوانين ولا عن الرقابة أو دور الرقابي الذي يقوم به، إنما تسائله أو تقيمه على مدى تقديم الخدمات الشخصية أو حتى أحيانا الخدمات العامة للمنطقة الانتخابية أحيانا. وعندما يضيق على النائب فإنه بالتأكيد لا يعرف. يعني هذه طريقة أخرى الشعبية. وهي يمكن طريقة أوجع. هاي أوجع. هاي طريقة أوجع. نعم. هو المؤلم الموجع بالفعل إنه يعني هذا التهميش كله، يعني هذا المواطن الذي يبقى لحوحا فقط من أجل الحصول على خدمات أساسية الأصل أن تكون موفرة. الناس من حقهم يطلبوه طبعاً، ولكن يجب تحديد المهام. هذه مهمة الحكومة، أن توفر الخدمات العامة، أن توفر حتى الخدمات الشخصية، الحصول على العمل، كل هذه التسهيلات للمواطنين. النائب له دور رقابي وتشريعي. نعم. معروف، وقد أيضا من خلال تلامسه للحاجات أن يوصلها، يكون قنوات اتصال ما بين المواطنين كونه ممثلهم. لكن تحويله بالمطلق للخدمات إلى مراسل للأسف الشديد، عملت عليها الحكومات بحيث أنه أصبحت صورة النائب بهذا الشكل. صح. ويعني جلي جدا ما حدث من حوارات يعني من الحكومة في المحافظات مغيبة دور المجلس النيابي والنواب، نتيجة متوقعة كانت حصرته. نعم. بالفعل. نعم. في يعني جزئية الخدمات. نعم. يعني بس كمان سؤال عن الكولاسات، قلتي لي قبل الهواء أنه في مجموعة من النواب بيجي لهم الاتصال أو الألو أنت ناجح فبنزل، يعني حسب ما بيحكوا هم إنه والله. أنت سمعتي شخصياً منهم؟ هم منهم. هم من النواب، من بعض النواب، أنا مثلاً نزلت لأنه قيل لي انزل الانتخابات وتوكل على الله. يعني شو بيكون خطه أو نهجه؟ في بعضهم ملوش خط، بس إنه يعني بيكون عالريموت. عالريموت. نعم. يعني سيقدم كل للأسف الشديد. وهذا على فكرة هذا ليس لمصلحة الدولة. طبعا ليس طبعاً مصلحة الدولة. اللي الشخص الذي يمكن إقصاؤه ليس خسران. مزبوط. لأنه أدى دور، أدى دور، لكن الخاسر هو الوطن للأسف. وإن شاء الله يا رب هالوطن ما بيخسر. الله يحمينا. عم تحدث نحن عن الجنوب. ما بعرف وين بتروحي أكثر هلأ، في إذا كانت بالفعل الحكومات لم تستشرف ما حصل في جميع المحافظات وتحديدا في هذا الجنوب المهمش الذي نعشق، فهن في غيبوبة. وإن كانت بالفعل تتوقع هذا الفشل فإنها تريده.
يعني كنت تدري فتلك كنت لا تدري فالمصيبة لا. وإذا كان بالفعل متوقعة هذا الفشل فهل هذا يعني أنها كانت تريده؟ أنت تجدي نفسك أقرب لماذا؟ هل الحكومة كانت في غيبوبة أو مغيبة أو يعني ما لا تدري ما هو واقع المحافظات؟ أم هي كانت متوقعة؟ لا أعتقد أنها تدري هذا الفشل. أنا أعتقد أنها تدري لأنه ليست الحكومة ليست غبية بالمناسبة. وردود الفعل كانت واضحة من الشارع والردود ليست جديدة. ردود الفعل أودت بحكومة سابقة. نعم. يعني هذا القانون الذي أصبح هو قميص عثمان للإصلاح الاقتصادي علما أنه عندنا حزمة قوانين أخرى صح. ويلوح بهذا القانون فقط والحكومة أخذت عليه 100 يوم فرصة عشان عطوة. تغير عطوة لا يجوز في العمل السياسي أن نقول عطوة لأنه طبعاً طبعاً. يعني هي فيها حقوق يتم التفاوض عليها في الحقوق الوطنية ما في تنازل ما بعطيك عطوة ممكن أعطيك فرصة مهلة لتصلح وهذه يعني واردة في علم الإدارة لكن أن نسميها عطوة هذا يمكن تسخيف كان يعني صحيح بين قوسين تسخيف لا المدة التي طلبتها الحكومة لتصويب الأوضاع وإحنا ما شفناش شيء رغم أنه حكونا عن إنجازات 62% و65% ما نختلفش على النسبة لكن إحنا مش شايفين ولا إنجازات ولا شيء لأنه الأمور كل مالها بتتفاقم وأنه حتى الأرقام اللي بيعطونا إياها هي نتيجة أصلاً لإجراءات إجراءات كانت مجحفة بحق المواطن كمان فيها رفع أسعار فيها رفع أسعار الكهرباء وفرق الوقود وما إلى ذلك فالحقيقة الحكومة تعلم رد الفعل وأعتقد أنه لديها من الأدوات ما يمكن أن تتوقع به ردود فعل معينة وإذا كانت لا تعلم فكان عندها تجربة أولى اللي هي إحنا بنسموها زي الـ يعني رد الفعل الأولي تجربية. اللي حدث فيه في الطفيلة فكان لأجل أن توقف أيوة. هذه اللقاءات لكن في هناك رسالة الحكومة ليست أيضا بالمغفلة في رسالة يمكن إيصالها للناس إنه الحكومة هي التي تفتح الحوار وهذا تهميش لدور النواب وتقول للمواطنين أنا فقط من يفكر عنكم وأنا من أمثلكم وأنا الحريصة على مصالحكم وبدكم تسمعوني نعم. ولذلك يعني ما بدي أخفي عليك أنه تم مقاطعة بعض هذه اللقاءات لأنه لم يكن ذكر لأسماء النواب كمتحدثين مش كحضور النائب لا يدعى لأن يكون جزء من الحضور صح. وحضرتك رفضتي هذه الدعوة أنا أو لم تذهبي اعتذرت لأنه اعتذرتي. لأسباب كثيرة منها يعني في ارتباط شخصي وأيضا لأنه لم يكن هناك أحد النواب يعني شكل صوري فقط يعني حضور يعني على الأقل نائب واحد من كل محافظة يكون على المنصة ويتحدث عن القانون علما أن الأصل في صياغة القوانين أن الذي يصيغها مجلس النواب صح. يتقدم فيها في الآلية المذكورة في الدستور علما أنه على أرض الواقع ما في هذا الحكي بس أنه الأصل أن النواب يتقدمون بمشروع قانون في عدد معين موضح بالدستور الحكومة تصيغه على شكل مشروع قانون ثم يعاد إلى مجلس النواب بعدين بأخذه بالطرق الدستورية المعروفة والذي معني بإجراء الحوار هم النواب لأنه بالتالي بالآخر يعني مين رح يقرر القانون وهذه إهانة أعتقد لمجلس النواب ويمكن مش الإهانة الأولى ليست الإهانة الأولى لمجلس النواب وبالرغم من هذا هل تعتقدي أن القانون سيتم تمريره من خلال المجلس؟ يعني المفروض يكون عندهم موقف على الأقل بسبب هذا التغييب يعني. الواقع أنه أن يتماهى المفروض أن يتماهى النواب وأن يكونوا متجانسين ومتناغمين مع رد فعل الشعب لكن من خلال خبراتنا وتجاربنا أنه دائماً إحنا عندنا المثل اللي بيقول أشبعتهم شتماً وفازوا بالإبل أنه إحنا بالخطابات ممكن يعني نقص على الحكومة نعم لكن في النهاية أهم شيء التصويت خوفي أتوقع وهذا تخوف أيضاً يعني مقرون بالتخوف أنه سيمر والدليل على ذلك ما تصرح به بعض ما يصرح به وتصرح به بعض وبعض أعضاء الفريق الوزاري أن القانون رح يمر بس إحنا جايين نتحاور معكم يعني إيش نتحاور معكم يعني حوار شكلي إن عشان يقول والله عملنا حوار عملنا حوار ولفينا على المحافظات وتحملنا البهدلة معلش إحنا تحملنا عشان الوطن يعني وإحنا عارفين إنه بكرة مثلاً في جرش رح ننطرد بس رح نروح لأنه إحنا بدنا نتحمل عشان يعني تحميل جمايل كمان فيها فيها رسالة إنه يعني في عدة رسائل تهميش وفي للنواب تحميل جميل للمواطن أنا متحمل حتى البهدلة يعني أيوة حتى البهدلة نعم. ومع ذلك زي ما قال قليله ولكنها ستدور ولكنه سيمر نعم. يعني إن شاء الله يفاجئنا مجلس النواب إن شاء الله يفاجئنا
المؤلم في هذه اللقاءات كلها انه كان معظم التظلم او الملاحظات الاراء اللي يبديها المدعوين بعيده عن قانون الضريبه، وقد يكون جزء منهم لن يتضرر بقانون الضريبه ولكن حاجاته الاساسيه غير ملبى. هاي جزئيه مرعبة من كتر ما هي مؤلمة وموجعة. الأستاذ فهد الخيطان اليوم يكتب أنه كان في فشل طبعا في هذه اللقاءات، ولكن أيضا يقول ويتمنى على المواطنين ومواطنين المحافظات يعني بشكل خاص أنه يا عمي والله كان في إصلاحات، والله كان في تغيير في هذه المحافظات. الطفيلة هل شهدت بالفعل نمو عقب الحكومات المتتالية حتى نكون منصفين؟ يعني اولا انا استغرب ان نبقى نمن على المواطن انه في اصلاحات، يعني الطبيعي انه المواطن يتقدم. هو بدنا نضل احنا في العصر الحجري مثلا، اذا صار عندنا مثلا طرق كويسه ولا صار عندنا مدرسه نقول هاي اصلاحات، هذا واجب، هذا واجب، هذا طبيعي، كل الدنيا بتتطور وهذا من جيبه المواطن. المواطن بدفع ضرائب، بدفع ضرائب بشكل، على فكره قانون الضريبه ليس هو القانون الوحيد المعني بما يدفعه المواطن، يعني هذا على الدخل بس. المواطن بدفع ضريبه مبيعات، بدفع محروقات، بدفع فرق محروقات، بدفع يعني بصراحه المواطن ما ضلش في عندي يدفعه. يعني اذا بدنا نعتبر جيبته نوافذ للدفع فجيبته مخردقه يعني زي الغربال، يعني ما فيها شيء فاضيه. الحقيقه ان واجب الدوله ان تؤمن هذه الخدمات، لانه في عقد اجتماعي بين وهو اصلا يعني دوله الرئيس اول ما اجى صار في تندر يعني حتى على المصطلح. بالعكس كان يعني حكيه كثير حلو من ناحيه طبعا رومانسيه، كانت انه حالم كان انه بده يغير العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي معنى تغيير، انه بدك تغير انت منظومه الحقوق والواجبات والمسؤوليات، معناته احنا كنا يعني نتمنى شيء ثاني. اللي صار انه صار في نقص، بالعكس يا ريتها ظلت على على الحكي الاولاني. اللي صار انه الناس ضريبه الدخل ليس هو الموضوع الاساسي فيما يعانيه طبعاً الاردنيون طبعاً. واقول لك اذا ضريبه الدخل بندفع ضريبه الدخل، بس الاردني اليوم ولكن جائع الكثير، ولكن القصه هي عدم ثقه متراكمه، فشل متراكم وتردد في الخدمات. دكتوره هي فشل كارثيه، فشل ذريع متراكم منذ بدء ما يسمى بالتحول الاقتصادي والاصلاح الاقتصادي. الاردني بتحمل وصبور لكن طول عمره بسمع، وطبعا يعني ما بدي اعيد نفسي الحكوا الزملاء او اللي اتصلوا قبل قليل انه مش معقول ناخذ قرض مشان نسد قرض. مزبوط. اي اصلاح حط لي خطه. نعم. انت بدك عطوه حط لي خطه. طب وين هالخطه اللي خلال 100 يوم حكومه تعجز عن وضع خطه خلال 100 يوم؟ المفروض يكون عندها مراكز دراسات تستعين بالاكاديميين والخبراء اللي في الجامعات، واحنا على فكره يعني ما مش بدهاش هالعبقريه، مش معضله يعني اي طالب في كليه الاقتصاد ممكن يقول لك الحل واحد اثنين ثلاث. شوفي الجميع يجمع اليوم انه في خطط، والخطط كثيره وتدفع عليها ايضا يعني مئات الالاف من الدنانير، ومرات يعني نستثمر في خبراء حتى خارج الاردن، ولكن ما في اراده سياسيه لتغيير النهج او لتنفيذ هذه الخطط وهذه الاصلاحات. هون الاراده السياسيه، احنا بنحكي الاراده السياسيه شقين. يعني لدينا توجيهات يعني من جلاله الملك من راس الدوله، بدايه لما تكون في كتب تشكيل، كتب التكليف للحكومات كلها بتركز على الاصلاح الاداري والاصلاح المالي وتحسين حياه المواطن، وبتدخل في كل القضايا وبصراحه بتكون تفصيليه، بمعنى انه الخطه جاهزه. لو ارادت الحكومه. لكن في هناك، وهون ندخل يمكن على موضوع ثاني، موضوع الفساد. في هناك ناس راح تخسر اذا صار في هناك اصلاح اقتصادي، اللي هم أصحاب المصالح. نعم. منظومة الفساد الممأسس لها في هذه الدولة أو ما يسمى بالدولة العميقة. اللي عندنا أوراق نقاشية في كل مرة، ورقة نقاشية وصلنا. طب ما في آليات متابعة إذن؟ يعني إذا كان رأس الدولة يعني يتبنى هذه الخطط ويريد أن يكون هنالك نهج، أيضا من الأجدى أن يكون هنالك متابعة، محاسبة الفاسد، محاسبة من يقصر اليوم. ما هو في هناك تداخل بين السلطات، في تغول ما بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية تتدخل في عمل السلطة التشريعية بطرق معينة، وأيضا حتى نخشى أن يصل ذلك إلى السلطة القضائية اللي إحنا يعني نفتخر طبعا إنها مستقلة ونزيهة. السلطة التنفيذية دكتورة خلينا نكون شفافين، هل لديها ولاية عامة؟ حتى يعني المعظم يقول لك اليوم ما عنده ولاية عامة، هل سيقتنع المشاهد أو المتلقي إنه بإمكانها أن تملي ما تريده على الآخرين؟
احنا يمكن اعتقد حتى السلطه التنفيذيه يعني شورها من راسها ما نسميهم يعني احنا عمليا بجوز ما نسميهم مش سلطه رغم انه نظريا في الدستور هم سلطه. نعم. لانه احنا بعتبرهم موظفين. نعم. للاسف موظفين كبار، والموظف عاده بيستنى حدا يقول له شو يعمل. مين هالحدا؟ كثير ممكن اصحاب المصالح، ممكن املاءات خارجيه، ممكن تدخلات داخليه، يعني شبكه في من هذه التدخلات. صاحب الولايه العامه هو من ينتزع هذه الولايه ويترجمها على ارض الواقع الى برامج، الى استراتيجيات عمل محدده الكلفه والزمن. احنا بنتوقع بعد بكره بس تخلص العطوه انه يطلع لنا بكره رئيس الوزراء ان شاء الله على التلفزيون ويقول هاي برنامجنا اللي احنا استخلصناه بعد 100 يوم. لا اعتقد ذلك. فاي ولايه نتحدث عنها؟ نتحدث عن ولايه عندما لما يتم الاتصال باشخاص معينين في اماكن سريه، عشيات وغدايات ومش عارف ايش. صاحب الولاية العامة يتحدث إلى الناس على الطاولة. نعم. على الطاولة. فوق الطاولة. وتعريف الأشخاص الاعتباريين بـ 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 بأوصافهم الحقيقية وليس بـ 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 يعني لأهداف شخصية. يعني إحنا زي ما بقولوا نجح الرئيس وفشلة الحكومة، لا يجوز هذا الكلام. إحنا تبقى لدينا دقيقة إذا منا إن شاء الله على المخرج، ولكن متى كانت آخر حكومة لديها ولاية عامة في الأردن؟ وهل نستطيع اليوم الاتيان بمجموعة من رؤساء الوزراء اللي كل الأردن اليوم بتذكرهم وبتذكر مواقفهم الوطنية وماذا فعلوا مثل المجالي ووصف التل وغيره؟ يعني أنت جاوبت على السؤال، يعني أظن آخر عهدنا مقتنعة طبعاً. يعني طبعاً إحنا ما يعني ما كناش وقتها، لكن إنه أعتقد من خلال قراءتنا للتاريخ السياسي للأردن والإداري أعتقد إنه دفنت الولاية العامة للحكومة مع حزاع وصفي. نعم. للأسف الشديد لم نستطع أن يكون عندنا نماذج، وعندهم فرصة كانت. كل الحكومات التي تشكلت بعد ذلك كان لديها فرصة ذهبية، لكن ربما أخطأنا في الاختيار. هؤلاء لم يلتقطوا الرسالة، لا رسالة رأس الدولة عندما يكلفهم بهذه المهمة الجليلة، ولا حتى رسالة الشارع، ولا رسالة الواقع السياسي. هل يعقل من 70 لليوم يعني كان كل حدا فشل بهذه الطريقة؟ في مجموعة ظروف أكيد، لأنه صارت الأهم أن أبقى في المنصب أكثر من أن أخذ موقعي وأحقق رسالة. يعني واجبنا أن نستضيفك ونتشرف بهذا الفكر وهذا العقل ويعني هذه الآراء الحرة مرة أخرى، وواجب الجنوب أيضا والطفيلة تحديدا وكل الجنوب أن نتحدث عن آلامهم وأوجاعهم. لم يتسنى لنا الوقت اليوم للحديث أو للغوص بالحديث عن إن شاء الله عن واقع الجنوب وماذا يطمح هذا الجنوب الذي نحب. شكرا جزيلا لحضرتك، وأنت مروحة على الطفيلة إن شاء الله، فتحياتنا ونهاية أسبوع سعيدة. لم يتبقى لدينا مشاهدينا إلا أن نشكركم على طيب المتابعة. الأحد إن شاء الله برنامج عريق مع هنا الأعرج، نفس المكان.